وعليكم السلام ورحمة. حالكم يا جماعة؟ أهلا بك. يلا كويسين؟ الحمد لله. الحقيقة أنا عايز لي شغل، ما عندكم لي شغل وكذا؟ شغل؟ أي والله شغل ما عندنا يا أخي. كله كله؟ أبدا ما عندنا أي شغل. طيب السلام عليكم. أهلا وسهلا. الله معكم. أهلا. أكيف يا زول، تعال. وعليكم السلام. لك يا حاج. اقعد ارتاح. يا الله. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يسلمك. مالك بيه جاي؟ لا يا حاج، عايز اشرب شغل اشتغل كده. كده عليكم الله، جيبوا لي حاجه ياكلها وبعدين نشوف اللي بيحصل شنو. جدنا يا حاج. جيبوا لي شيء ياكلوا، اظن انك جعان تب. اي مفهوم يا حاج، لكن صابر. من وشك ده انا شايف عليك اثار الجوع. ظاهر اظن انك جيت من مشوار بعيد. مشوار بعيد جدا والله. ربنا يعدل عليك. خالص والله. ربي عليك الله، شوفوا لي مويه. عليك يا اخو تفضل. شوفوا لي مويه كمان. الله حاج، قرصه قرصه عجيبه جدا. الله يعينك يا اخو. اسمع، عندك صنعه بتعرفها؟ الصنعه ما كثيره يا حاج، يا صنعه. يعني انا غايته كدي في شايف كدي. باقي لي زي انك انت من ناس الحديد. والله بقى يا حاج ما قلت لي الحقيقه. والله علينا ماني حديد جاري بكل عينها جايه لك. بارك الله فيك. يعني ميكانيكي؟ نجيط.
يا عزوز والله بجدم الحديد على اصوله يا عزوز والله العظيم. هسه بتعرف تصلح البوابير؟ بوابير براي حاج دقاقات كيف؟ بوابير دقاقات لواري اي حاجه يا عزوز. انت اسمك منو؟ انا حقيقه ما شنو كيف ما عارف اسمك كذا اشرب كذا بالريقك بالريقك اسمي يا حاج. هاي اسمك ابو قرين. ابو قرين منو؟ ابو قرين حسن. ابو قرين ابو قرين حسن من ناس وين اخوي؟ انا الحقيقه يا حاج من الدويم. الدويم؟ اي يا حاج. الله الدويم دي ناس يعني اهلنا ومعارفنا وعندنا فوق صلات كثيره من ياتو حته في الدويم. من الدويم ذاتها؟ لا حله جنبها. حله جنبها؟ اي جنب الدويم. ياتو حله دي؟ حله شبشه. الله شبشه ذاتها ما بتختم من معارفي. اها اها ويعني هسه اقول لك كلام انا. بنخليك معانا. سمع. وأو أصلنا نحن عارف يعني تعبانين شديد جدا في حكاية الميكانيكية دي. والله أريحك راحة للآخر. ما تبقى لي زي ناس ميكانيكا زين الناس خليهم ما بتعرفهم. خليهم منهم. آي آي. كمان الله يقدم لك الحديد دي يقدم عجيب جدا. شوف أقول لك. أيوة يا حاج. نحن بنجربك معانا في الحديد حقنا ده. سمع. إن نجحت الحمد لله. وإن ما نجحت تتوكل على الله. ما عندي مانع يا حاج. يا ربيع. ايوه حاج. عليك الله بعد ما ياكل تعال سوقوا ودو. انا اكلت يا اخوي جبت الحمد. شوفوا لي محل يقعد فيه. الحمد لله. وراح راح. دول فتران بالحيل. دقيقة يا اخوي. ايوه. الزول ده ماسكه ليه؟ والله يا اخي قال عنده فكره في الحديد وقلت يمكن ينفعنا يا اخي بوابيرنا البايظه دي. الزول ده هاي ده والله ما اظن يا حاج يكون عنده فكره عن اي حاجه. ليه يا اخي يضع سره في اضعف خلقه. الزول ده انا توسمت فيه وقول خير يا اخي. حاج شكله كده غايته انا ما عاجبني. انا اسوي شنو؟ ما خلاص احنا يا حاج لما نرجع على القضارف بامشي الورشه بتاعت وزين العابدين يشوف لنا ميكانيكي كويس يصلح لنا البوابير والعربات. لا 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 تاني اصلك ما تقول لي ورشه زين العابدين دي ولا ورشه البخيت. ديل كلهم جربنا الميكانيكية بتاعنهم ولا ما دايرينهم. خلاص يا حاج. هاي. راي رايك. اخواننا انا تعبت جدا عشان نجمعكم مع بعض هنا. ما معقول تقعدوا لي كده. بعدين انا مش نتعذب معاكم كده يعني. يا ناس ما تخلص حركة العناد دي. دي حركة بتاعت اطفال ما اكتر. يا اخي انا ماشية. حاولوا براكم احسن مواضيعكم. نبدأ من وين؟ عندي اقتراح. ننسى الفات نهائي. أحسن حاجة يا هدى. نبدأ من جديد. تمام يا ولد؟ ذاكرت كويس؟ ما عملت أي مشاكل؟ طيب. حبايب الحاج الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. كيف انك؟ الله يبارك فيك. كيف يا ابو حميد؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا الحاجة. اتفضل استريح بركة يا سلامة يا اخوي. الله يسلمك. الله يسلمك. بارك الله فيك. الحمد لله. يا ابو قرين. نعم. شيلوا الصفيحة دي انت وابو شارة. عليك الله خليه يدخلها جوا ووريه محل يقعد. جدا يا حاج. كويس؟ دمنا ده يا حاج. اهلا. سلم عليك ابو شارة. ودمنا اللي معاك شارة الغريب ده. ده واحد اسمه ابو قرين لقيناه هناك قال عنده فكره في الحديد. قلنا نجرب يمكن يصلح لنا البوابير البايظه دي. يمكن. كيفك انت؟ الله يسلمك. احمد تمام؟ انت وين السيده دي؟ سيده في اوضه تبي تصلي ظلنا ما سمعت. ما يا بنت يا سيده. جبت لي معاك شنو؟ جبت لك حاجات كثيره سامحه. ازيك؟ ازيك انت؟ كيف؟ ازيك سيده؟ ازيك؟ سلامات. ان شاء الله كويس. ان شاء الله طيب. ازيك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. ان شاء الله احمد كويس والله. ازيك انت؟ كيف يا ابو؟ الله يسلمك. وحشتنا. الله يبارك فيك. كيف قلت لي؟ كويسين؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. اه يا اختي جبت لك العسل اللي قلت دايره. صحيح يا ابوي؟ معقول انا ما اقدر اجيب لك الحاجه اللي بتطلبيها؟ جبت لك عسل نحل ممتاز عبوه قدامي وفيه كميه من الشمع عشان يتعمل كركار كركار يا حبيبي.
الواحد فينا من التعب لسانه اتعود داير اقول لكم كلكالة. والبساوي الكركار ده يا ابو ليشنا يا رب. يا حاجة انا ما جيتك برقبتي دي ذاته. يا اهلا دبا، ازاي الحال؟ كتيوة الحمد لله. التنينة الله يبارك فيك. اواجهتك يا الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. انت معنا هنا ولا شنو؟ ايوه انا جيت جديد هنا مع ود الحفيان. ايوه مع حي ود الحفيان. بالله والله العظيم. الله يبارك. الله يخليك يا اخي. اسمع يا اخي يا اخي، حي ود الحفيان ده قال لي امشي مع ربيع يشوف لك محل تقعد فيه. انا ما لقيت ربيع ده لحد حسي يا اخي. تعبت جدا. كلك في الربيع ما تقعد حسه معك انت؟ ايوه والله العظيم. تقبل تقعد؟ طوالي يا اخي الله يفتح عليك يا اخي. انا تعبت جدا يا اخي. الله يبارك فيك يا اها. الان قريب البرج ده تشوف؟ ايوه ده حقك انت عشان الضيف حقنا. كويس جدا. والان قريب ده حقي انا كمان. تمام التمام. بعدين القطة عندك ولا ما عندك؟ كله شي فيه تمام. كان القطة السقط جاك على القطة فوق تشوف؟ لا لا ما في مشكلة والله. الله كريم الناس بشارة. يا اخي خلينا منهم يا اخي، عذبونا عذاب ما معقول. مبسوط؟ تمام جدا جدا. انا لاقي حتة يا اخي. وانت اسم الكريم منو كمان؟ انا اسمي ابو جرين. منو؟ ابو جرين. ابو جرين؟ ايوه. ما شاء الله محسوبك وحاجة وشيك. عاد ما اتلومت يا بشارة. كان مفروض اول ما وصلت تبي تسلم على الجماعة ديل ولا ما مشتاق؟ لقيت الوقت ما مناسب، قلت بعدين اخش اسلم عليهم. بشارة ما تضيع الفرصة من يدك. البنية دي كان عرستها خير ابواده كله جيك انت يا اخي. انا ما عارف ذاته، ما مدياني اي مجال وما مدياني اي فرصة يا اخي. ابوه انت ضراعه اليمين ومعتمد عليك في الصغيره والكبيره وما داري غير منك، بس باقي لك شيء واحد. البنيه. البنيه. البنيه حكايتها تحير. خمس سنين خمس سنين جاي ودودرو جاي جيب له الحاجات السمحه خليه يتعلق بيك اكسبه. عارف يا بشاره ده كان حصل يا كل قعد وتحكرته. الشافع الشافع انا شديد عليه. حماده ده بقى كل حاجه في حياتي يوم تاني ما دايره غيره. هو سعادتي وهناي وعمري كله. بس حماده حماده الليل والنهار حماده يا بنتي. ما شوفي رقبتي القدرك ليه يوم الليله ينادوا فيني دعشا من الشارع. مهما جد كل حاجة في حياتي ليه؟ كان دارت أكبر يا أختي كبر. أحمد يكبر ويلعب ويضحك إن شاء الله ربنا يديني الصحة والعافية لحد ما أكبرك وبقيك راجل. مش كده يا حمادة؟ أمال عقله في راسه يا بنتي بعرف خلاصه. وتلاقي يا ابو شاره. يا ربيع الزول ده ما عرفته من وين؟ والله ما عرفته يا اخي. هو جانا نابل كده زي الغدر. انا ما عارف قلبي ما بيه كده ليه كله كله ابلي. والله يا اخي الزول ده حكايته تحير امره مريب خلاص. يا ابو شاره هداك الشافع يلا خش عليه ورينا حرفنتك وصي فيك كم يوم. انا تذكر الحمامة وخش تمام. يا ابو حميد لسه حي صغير ها؟ ما بتاكل بتشرب لبن امها بس. لما تكبر باكلها براك. طوالي يا سيدي لما تكبر تاكلها براك. تعرف يا ابو حميد انا حاجب لك لعبه جديده اللنج، رايك شنو؟ عندك لعبات كثيرة؟ كيف يا ابو حميد؟ عندي لعبات وشرايط فيديو كل الحاجات دي. احمد بالسوف ايش نحن يا ولد؟ ما تخافي عليه يا سيدة، طالما احمد ده واقف معاي ما تخافي عليه. يلا قدامي يا ولد. خلاص يا احمد. ذاكرت يا امي. احمد خلاص اسمع كلام امك امشي معاه خليك وتفالح. مالك؟ اسوي شنو انا مع الولد ده يا اخوان؟ ازاي الحال؟ الحقيقة انا ما لقيت الوقت مناسب فما قدرت اجي اخش اسلم عليكم وكده. ازيك ان شاء الله كويسه. اهلا حماده جده جا
وجاب لك شرايط فيديو كثيره وفيها مسلسل اطفال. اها تمشي صحيح. بعد ده ولا لا؟ صحيح يا امي. هاي يلا. لا من فضلك، لو عايزين تيو تعالوا من غير تحديد موعد، كفايه كده. هدى ما قلنا غلطه وما حتتكرر ثاني. الثالثه واقعه، انت عندك صوابع. مش مسحنا كل الفات وحنبدا من جديد ثاني؟ اها ده الهوك وحقي انا كمان، انت الهوك وحقك توريني. انا الحقيقه يا وهاج كنت شغال في الزراعه. وين تشتغل في الزراعه؟ والله شغال في جهه الدويم النيل الابيض. مزارع؟ ايوه مزارع. وكليت ليش؟ ظروف يا وهاج، ظروف عجيبه جدا. يا العجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد ما يغيب منك سبعة يوم ولا ثلاثة يوم إلا يجي يلقى لك جايب لك غنبلة يا حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. استغفر الله العظيم. استغفر دي لمتين تصاقر لنا ولد هذا. يا بس هيدا بدقوها كمان. أنا خشمي ده ما وجعني الحق، نظمت وفترته. زوجها المرحوم كان راجل فاضل وابن ناس، ياهو الرجل اللي بيحزنوا عليه، لكن ما معنى وفاته نهاية الدنيا. برضه لازم تفكر في شبابه، على الأقل تجيب ليه أخو ولا أخوات لولده ده بدل تقعد تصاقره كده. سيدة يا يابا في الدنيا والزمان، أبا إبراهيم والدرية أختي مكتب يطلعوا ليه بالسلالة. تقول لي دايرة عرس؟ ما بتعرس سيدة، تصاقر الولد ده. إبراهيم ودي أختك؟ كل مين والسعيد الود اللي كان خطوه في الجرح يبريه، أبوه جيرة لما نكر عينه حفن عشان ادي كلمة، البنت دي ما دايرة تديني كلمة. ادي لي فيش جرح وتسعلة ماشي بوراه، عايل ليه ولقاه طالع فوق في الشجرة وشايل ليه قطعة حق الجبنة، والسعلة بقال أصلي ما بخلي لقطعة الجبنة دي إلا شيلة منه. قام قال يا ربي أسوي شنو أسوي شنو أسوي شنو. أيها قام السعلب فكر، قام قال له يا غراب يا غراب، أنت صوتك جميل وعايزك تغني لينا. قام طوالي الغراب فتح خشمه، وقومي يا قطعة الجبنة أقعي من خشمه، وراح شايله.
بعد الجلسة قربت خلاص أروح. كنت وين انت؟ لا 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 أم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اتين الهلوسة يا رب اتين يا الله اتين يا رب استغفر الله العظيم شاي يا اخو كتر خيرك نتضايق منك كيف يعني قعدي طال يعني ومالو ده ما بيتك بيت خوتك ما بيتك انا ما اختك وفي محل امك ليه تقول كده وكان ليه الحاج يعلم الله شفقان عليك وداير مصلحتك عيب عليك ما تقول كلام زي ده تعال ابو قرين ايوه ايوه هاج والله اليومين ديل الاكل حقك ما عاجبني والله اي لكن يا هاج انا اكل بيت ونفس يا اخوي وهاج انا جابوني هنا ميكانيكي القصه بقت ما بعرف امشي غسل لي هدومي وامشي اكل لي وحكايه بقت ملخبطه لي هنا على اساس انه اشتغل ميكانيكي حس القصه بقت لي جاي تجوطه شديده خلاص اول ان اكلمك اها الدول اللي اسمه ربيع والدول اللي اسمه بشاره والله ديل الله يدره والله قلب حاق الديل السكن شفتها قدوك تعرفه الله يكفينا شرهم ديل يا اخي اعوذ بالله منهم يا اخي ربيع اسمع زولك الليله نزل الشغل الحبه دي ما عنده الليل غصب كان شفته مقهي عايل اللوري كده مخلوع زي تقول رامي جمل خليها اسمع خليها عشان ينكشف ونطرده ونرتاح منه ابو قرين اللوري تدور ايوه ان شاء الله يدور الساسه شفته الساسه شنو يا وهاج يا عليك الله يا اقيف يا وهاج دقيقه بالله ان اربط الحكايه دي يمكن على الكربريتر لا 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 ما في كربريتر هنا يا وهاج دقيقه تدور؟ ايوه بدور جدا ان شاء الله هنشوف باذن الله بدور نشوف امسك كده امسك الحكايه دي الزراديه مش كده امسك لي ديل امسك كده امسك امسك الكتاوي تشوف تعال شوف هنا هسه بالله نقول له شو مع البطاريه ده شو ليش مع البطاريه ده شوف البطاريه هناك ها وين البطاريه ما عندنا بطاريه هسه ما عندي بطاريه ابو قرين اجربك شفته وهذا كيف يا اخي الله الظاهر يكون من القادم كده البوري يشوفه عليك الله
ربيع قوم يا قوم. ما سامع حاجة أنت؟ بعد كده هنسمي عالدين. وما في صوت عربية دورت. سامعين الصوت اللي أنا سامعه ده؟ أي جبت عربية دورت. يا ربي يكون ده اللوري؟ لو طلع اللوري يكون كله حاجة ده. أبشر أبشر الله يدور ما شاء الله الله يدور. الله يدور ما شاء الله يا مجنين حاجة تمام. أبشر بالخير. أبشر الله يدور ما شاء الله تاخذ الله أدينا البشارة. نديك البشارة. أنا كمان الكير نجيب طوال طوال يا أمسك. هاك 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 ما شاء الله. أشرب القهوة الليلة وصاحبي ده كمان نديه ده ده براو دوكو براو هناك ما شاء الله. حاجة تمام والله ما شاء الله. يا أخوي انزل لي انزل لي عديل قدامي هنا كده انزل لي والله ما شاء الله. أيوة يا حاج ما شاء الله. انت مبسوط يا حاج؟ كيف جاي يا أخي؟ والله عفيت منك ابو قرين. عفيت منك يا ابو قرين والله عفيت منك. ما خذلتني اصلك والله. نحن يا حاج الحديد ده بنجضي متمام ما صاحي. أيوة ابو قرين. ايوه والله انا اليوم منك مبسوط. تمام. ما عليك الا تطلب. جميل. اي اسبيرات تطلب انا مستعد اجيبها لك. ده الكلام. ما عندك اي مشكله. انا اخلي لك زي الساعه عليك كمان الله نقرا تشك يدور بس خلاص. بس ده كل الموضوع ما شاء الله. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك يا بشارة. ربي الله يدور. والله الحمد لله. خلاص يا أبو قريد بعد ده تشوف البوابير تصلح لنا البوابير والدقاقات وكل الحاجات المطلوبة. ما في أي مانع يا حاج كله نحن جاهزين له. بارك الله فيك. هنخلص من ده. نعم. إذا محتاج لأي نوع من الإزبيرات ما عليك الا تطلبه والما في تجهز لي في كشف نشوفه من اي محل نجيبه. جدا والله يا حاج ما في اي مشكله ان شاء الله باذن الله. ونجي نسافر المشاريع جدا عشان نشوف الحاجات المعطله هناك برضه نصلحها. كله يصلح ان شاء الله يا حاج كله من اوله لاخره ان شاء الله. انا كمان عندي عجله خسرانه تصلحها لي يا عمو. انت يا ابو حميد اصلحها لك طوالي هوا. والله الولد ده ما شاء الله. تفضل يا اخي. يا شباب تفضل يا اخي نمشي نشرب الشاي كلنا مع طوالي. يلا يا ابو حميد. احمد اجري لي حبوبتك قول لي سوي لنا الجيمات سريع تقدمنا مش راضي. اجري يا ولد. الله يدور ابو منو. قرين يا ابو حميد. قرين قرين ابو قرين يعني شنو؟ احمد ابو قرين يعني عنده القرون بتاعه عامل كده اثنين قرين. لكن ليه سموك كده يا عمو؟ دور عشان كده صعب. خلاص انت تدور جيب الشاي. انت عارف انا بصلح لك عجلتك طوالي بسرعه شديده جدا. بصلح لك العجله عشان تكون تمام التمام. يا ولد تمام يا اخي. احمد غلباوي يا اخي. اخي دي شايله ليل ونهار يا اخي. التهينه يا ما الله صاحي حق ماني فارق والله ماني فارق في النوم نشيلها اهم حاجه. نوم بيه لكن لما تكون معايا انا خليها بعيده شويه. يا شاي قوم تشرب سكر. مالكتين مالكتين والله نعرف الترتيب حقه نعرف. ايوه وانت كمان كم تشرب؟ ثلاثة. انا اعمل لي شاي خفيف. ها بسم الله. ايوه الراتور كله نكون. ايوه قوم يا اخي ما شاء الله. لكن يا وهج اول حاجة تدي المعلم ده نديه طوال. يا حاج انت ما في الاول. لا 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 عامل السنة حاج انت الاول. ندي طوال هاي وانا كمان نفسي نسيت. لكن يا رئيس ضبة ده جريمة ما لابساه كل الناس عارفة كده انه ضبة يا هو الكاتب. لا ضبة ما قتل ولا بيقتل. ضبة ده يا اخي لما كنا بنمرق للسرقة بقول له يا ضبة شيل لك حاجة دافع بيها عن نفسك سكين طبنجة اي مصيبة بقول له لا لا يا ريس لا احنا بنسرق لكن ما بنقتل.
كان بيقول لي كفايه كفايه ان بنشيل حق الزول نطلعه منه كمان ناذيه. الزول قتل التاجر معروف وعرقله شافه وبيشهد عليه حيلف ويدور ويلف ويدور ويلف ويدور وفي الاخر بيقع فوقه. زولك ده زولك ده واقع فيها واقع فيها. شوف لك موضوع تاني. موضوع ده منتهي. شوف يا ابو شارة يا ابني. ايوه يا حاج. انا من يوم ما عرفتك بعاملك زي ولدي فعلا يا حاج. والحقيقه ما لقيت منك الا كله خير. يعني رغم انه اولاد اخوي فيه لكن انت كنت لي احسن. انا ما رزقت ولد لكن انت بقيت لي زي ولدي الحمد لله. انا فعلا زي ولدك يا حاج وان شاء الله اكون كده طوالي. بارك الله فيك. بس في الحقيقه يا حاج يعني انا شايف يعني كده موضوع العرس طول وكده فقلت يا ابني يا ابني اصبر كل شيء بإرادة الله. تقل العرس ده شنو؟ العرس ده ما بيت معلك لما ربنا يدور ينزل وبينزل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيوة فعلا يا حاج. بس يعني ما تقول لي بس أنا ما كلمتك وأطمنك تاني يا ابني. سيدة ما هعرز لك يعني ما عايز أدي لي زول غيرك. ما شايف لي زول أحسن منك. بس في الحقيقة يا حاج لأنه يعني أسي زوجي أدامي متوفى الله يرحمه في أكثر من ده حقيقة لكن أيام لابد يعني عليهم. انت خلي الموضوع ده زي ما قلت لك للظروف والمسألة قسم يعني. ان شاء الله يا حاج. ايوه يا ابني خير. ايوه ان شاء الله ما يكون الا كل خير يعني. داير كنت اتكلم لك عن ابو جرين شويه. ايوه يا حاج. ابو جرين ده يعني ما شاء الله الحمد لله ربنا رسله لينا. كنا انا وانت هو جايرين جاي وجايرين جاي الحمد لله هسه زي نفعنا كثير وانا متوسم فيه خير. فانا بقول شنو؟ ايوه يا حاج نشهله يمشي للمشاريع هناك يصلح البوابير والدقاقات ويقعد هناك. زول ده بركة. قلت شنو؟ كويس يا حاج. أيوة كويس. عادي ماليه وهاج يا أخي عادي شنو يا أخي ما ضبطنا المكنة نحن يا خلاص. حسا يدور طوالي؟ إن شاء الله يدور طوالي. ما في أي مشكلة. بقى نحن بنلعب. أمك دور. أبشر أبشر والله ما شاء الله. تمام التمام. والله يا أبو جرين والله أنا مبسوط منك. إيدك. أبشر بالخير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يخليك. لكن الجماعة أصحابك ذيل الله يضرهم والله حاقدين. والله ابو شاره وربيع قلبه اسود زي الفحم. افتح لهم يا اخي. هسه ربيع جاني. ها؟ قال بكره انت وابو جرين تمشوا على البابور تصلح في المشروع. المشروع هناك؟ ايوه. ما عندنا مانع جاهزين طوالي. نمشي طوالي. طوالي بدون اي كلام. اها بقيت عليتي فين؟ داير الياي ده الياي ده بتاع بيتفورد ولا اندروفل؟ ده الاندروفر. اندروفل نهايته كم؟ 10. والنهايه؟ 8. يا حاج عند الحديد ده الحمد لله رخيص. انت ادنا كلمه المعقوله يا ريس. انت دارت تدفع فيكم؟ دارت ادفع 2000. يا اخي قول بسم الله. امش كان عندك شغله اشتغل. امش يا اخي قول عديله. هاك طيب 3 3 و2000 دي قروش يا اخي ليه جاي زي ده؟ قول عديله. طيب امسك هاك استهبل انت ولا شنو؟ طيب قول 1 و2 3 4 ده حقك. ها شكرا بس كده. قول الله يعوضك. الله يعوضك. الله يعوض الفريقين ما شاء الله. أرجله